يعطيك العافية دكتور. دكتور تفضل. هسا الوظيفة أنا اللي ما رضيتش تتقدم معاي، ضل يقول لي الملف كبير. طيب قسمه. طب ما بقسمه على الفاضي. لا ده في 5 فايلات، ان كانت 9 أو 5 فايلات. كيف؟ هو لحاله بطالك يعني. أنا كل ما بقدم بيقول لي الملف كبير مضغوط، اضغطه احنا بضغطه بنقول على لك الفاضي. قسمه قسمه. كيف طريقة تقسيمه؟ سويته بي دي اف ولا صورة؟ لا صورة من دفتر. طيب حولها، بدل ما هي صورة حولها بي دي اف وقسمها اذا ضبط نفس الحجم وارفعها. في على جوجل طب برنامج لو ما عرفت ابعت لك اياه على الواتس. لا تبدا تديني شيء. ما بدك يا واد؟ ضلك جرب على ضليت جوجل اجرب والله ما عرفت يا برنامج، دكتور. في برنامج بقسم لك اياه بتقسمه وبترفع لي اياه خالص ان شاء الله. ان شاء الله. مش انا رعد، انا بس دفعها بالجمعيه.